السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا وصلنا إلى الحسم، فعلها رجل المستحيل أدهم صبري بتاع الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. دونالد ترامب فعل المستحيل القادم من الخلف على رأي زملائنا معلقين الكرة بعد إذن طبعا حبيبي وزميلي العزيز كابتن أحمد شوبير. فعلها، جاء من الخلف، من الخلف مش في الانتخابات، مش بس لأن جاءت رياح ترامب بما لا تشتهي سفن استطلاعات الرأي، بما لا تشتهي سفن الخبراء، بما لا تشتهي سفن الإعلام الأمريكي، بما لا يشتهي سفن نجوم هوليود، بما لا يشتهي سفن صقور وحمائم الإدارة الأمريكية، بما لا تشتهي سفن المثقفين وناس كتيرة جدا في هذا المجتمع الأمريكي، بما لا تشتهي سفن أقليات كتيرة جدا كان عندها مخاوف من تصريحات السيد ترامب. فعل المعجزة، والمعجزة بفارق كبير. يمكن حضراتكم خلال تغطيتنا على مدار الفترة اللي فاتت على صدى البلد كنا دايما بنتكلم عن ان كل الارقام وكل الاستطلاعات بتتكلم عن حاجة، لكن طول الوقت هذا الرجل رجل مفاجآت. هل يفعل هذه المفاجأة؟ محدش كان فاهم، محدش عارف ايه اللي بيحصل دي. يعني انا اتذكر يعني واحقاقا للحق الشخص الوحيد اللي كان قال لي ان ما يعني ما مش دايما استطلاعات الرأي بتعمل كده، وذكرني بالموقف بتاع البريكزيت اللي هو خروج استطلاعات الرأي اللي كانت قبل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. كان الكاتب الصحفي الكبير طبعا سوز ياسر رزق رئيس مجلس اداره الاخبار ورئيس تحرير الاخبار، فعلا نفس ما اشبه الليله بالبارحه، نفس هذا المشهد بيتكرر. استطلاعات رأي بتقول حاجة تانية، الناس بتتوقع حاجة تانية، شايفة حاجة تانية، والنتائج على الأرض حاجة تانية خالص. 289 صوت في المجمع الانتخابي مقابل 218، نتيجة مخيفة كبيرة وكبيرة جدا 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 لرجل كانت بتحط كل الاستطلاعات الرأي وكل النتائج وكل المحللين والخبراء والاكتواريين وكل الناس ان هو يعني لن ينافس من اول انتخابات الحزب. انتخابات الحزب الجمهوري، في انتخابات الحزب الجمهوري كان صقور الحزب الجمهوري، الاستطلاعات اللي جوه الحزب الجمهوري، كل شيء كان بيتخيله ان المنافسه هتكون بس بين جيب بوش ابن جورج اخو جورج دبليو بوش.